حين نصح لقمان ابنه قال ماذا قال؟ اسمع آيات الله: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. إن الشرك لظلم عظيم. الشرك ظلم عظيم. وقال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ألا لعنة الله على الظالمين. يبقى المشرك والمشركة ربنا بيلعنهم. فاوعى تكوني أختي من اللاتي أشركن بالله. يعني أشركن بالله؟ ممكن تشركي بالله الزوج، ممكن تشركي بالله الحبيب، ممكن تشركي بالله ابنك، ممكن تشركي بالله عملك، ممكن تشركي بالله الفيلم والمسلسل، ممكن تشركي بالله إما تنشغلي عن الصلاة وتتركيها وتفضليها عن أمر الله سبحانه وتعالى، فهذا شرك. اوعي أختي تقعي تحت اللعنة بسبب هذا القول. ما تشركيش مع الله أبدا. ده حتى بعض البنات الألفاظ بتاعتهم بتطلع فيها شرك. مش عاوز أقول فيها حاجة أكبر من كده، وهم مش واخدين بالهم. تجلس الوحدة مع محبوبها وتقول له أنا بحبك حب عبادة، أنا بعبدك. هي لا تقصد هذا اللفظ، أعتقد أنها ما تقصدوش. صدقني في بنات بيقصدوه، بيبقى عارفين هما بيقولوا إيه وفاهمين هما عاوزين إيه. بتوصل بدرجة الهيام والحب والهيام والحب إن الوحدة تقول أنا بعبدك، أنا بحبك حب عبادة. تبقى مشكلة خطيرة. ولا يحب حب العبادة إلا الملك سبحانه. هنا بقى تقع هذه البنت إن قصدت إلى مع الشرك، والشرك ظلم عظيم، فتخرج من طائلة الموحدين إلى لعنة من عند الله رب العالمين. أقول لك أختي محدش هينفعك. هذا الإنسان الذي أشركتي، هذا الإنسان مع الله أشركتيه مع الله، سيفر منك يوم القيامة. ولا تصدقي حين يقول لك الكلام اللي كنا بنسمعه في الأغاني: عشانك انت أنكوي بالنار ولا أحكتتي، وادخل جهنم وانشوي وقول يا دهوتي. والله ما حد هيقعد مع حد يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. فلا بد لنا أن نعد لله حين نلقاه شهادة أن لا إله إلا الله بحقها، فنوحد الله. ده أول صنف، المشركات بالله ملعونات. الصنف الثاني، التي تنذر لغير الله. بعض الناس يطلبون من الله طلبا، فإن تحقق هم لا يطلبونه من الله، إن طلبوه من الله فهذا نذر حلال إن لم يكن هناك مقابل له. لأن كما ذكرنا العلماء الأفاضل أن هناك نذر حلال ونذر مكروه ونذر حرام محرم. أما النذر الحلال أن ينذر الإنسان فعلا من الطيبات والأشياء الحلال أن يفعلها أو يقولها لله سبحانه، كم قال مثلا: والله جل وعلا لأنذرن لله بعد كل صلاة أن أسبح للملك كما سبح الحبيب المصطفى. هو أنذر والنذر حلال، فليفعل ما قال. واحد قال: والله لأنذرن لله أنني أذكره سبحانه وتعالى ليلا ونهارا بأذكار الصباح والمساء، فليفعل هذا النذر. وهناك نذر مكروه كأن يقول: إن فعل الله لي كذا فعلت كذا. طب لو ما عملش مش هعمل. زي اللي يقولك مثلا واحد إيديه مثلا تعبانة: إن نجاني الله جل وعلا لأمدن يد العون لكل مسلم ألقاه على حسب استطاعتي. فيأتي هذا العبد إلى الناس، واحد يمدله إيده يقول له: لا مش هعمل لك الحاجة دي. ليه؟ لأن الله جل وعلا لسه ما شفاليش إيدي. أو كمن يقول: والله لو أعطاني الله ولدا لأذبحن شيئا. فيعطيه الله جل وعلا الولد فيذبح، فإن لم يعطيه لم يذبح. هذا نذر مكروه، يعلق النذر على شيء. وهناك نذر محرم أو حرام شرعا، هو ده هذا النذر الذي قلناه مكروه. أما النذر الحرام أن ينذر بشيء حرام، أو ينذر أو ينذر الشيء لغير الله، كمن يقول: نذرت الأيمن صيدح كذا وكذا وكذا إن تحقق لي كذا. نقول: لا يجوز. أو نذرت للسيد البدوي، لا يجوز. أو نذرت لفلان ابن فلان، لا يجوز.
ومن النذر المحرم أيضا أن ينذر هذا الإنسان أو هذه الأخت أن تنذر. وأكثر ما بقول هذا الأمر بالنسبة للنذر عند النساء. النساء كثيرات منهن من تفعل ذلك النذر لغير الله، خاصة يقول لك لسيد جابر، هم يقولون ذلك لجابر ولا لسيد البدوي ولا لفلان. نحن لا نستهين بأولياء الله إن كانوا من الأولياء، إن كانوا من الأولياء لا نستهين، لا أستطيع ذلك، بل إنني متأكد أن الحسين ولي من أولياء الله، لكنني أقول لك أيضا لا يجوز شرعا أن تنذر له. وأنت أخي إن نذرت لغير الله هذا أمر خطير، لأن الله سبحانه وتعالى حرم ذلك ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم. طيب، من النذر المحرم أيضا أن ينذر الإنسان أو المرأة، تقول مثلا صباحا مثلا تعبانة، فتقول إن شفى الله جل وعلا الصبعين دول هخرم عين زوجي أول ما قبله، نقول لها لا، إن شفاك الله لا يجب عليك أن تحقق هذا النذر، لأنك نذرت بشيء حرام لا يجوز. طيب، التي تنذر لغير الله تعرض نفسها إن اعتقدت ذلك الأمر أن المنفعة من غير الله دخلت في اللعنات. والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من النذر لغير الله ومن الذبح لغير الله، فلا نذبح لغير الله ولا نذبح إلا باسم الله. قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم: لعن الله من ذبح لغير الله. كثير من النساء للأسف الشديد بيعملوا هذا الأمر اليومين دول، خاصة عندما يعتقدون فيهم إن المنفعة من عندهم، النساء بالذات. زي ما قلت لك قبل كده، كنت في الحرم المكي، واحدة بتقول لواحد هناك يعني نزل لي في البضاعة شوية وأنا هدعي لك عند السيدة وعند الحسين وهأد لك هناك الشامع. ده كلام حرام، ده خطر عظيم. ولا نذبح لغير الله، لعن الله من ذبح لغير الله حتى وإن كان العبد صالحا. ما ينفعش نقول هنذبح للحسين، ما ينفعش نقول نذبح لعمر بن الخطاب، ما ينفعش نقول نذبح لأبي بكر الصديق. ده ما ينفعش أنك تقول نذبح من أجل النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يبقى بعد النبي محدش يتكلم. فمن ذبح لغير الله ملعون، بنص حديث النبي اللي جاء في مسلم، لعن الله من ذبح لغير الله، يبقى دولي ملعونين. فالأخت المسلمة، لأن كثر الأمر هذا في النساء ظنا منهن أن المسألة فيها منفعة لها والأولادها والزوج، خاصة اللي بتروح للسحرة وبعدين يقول لها اذبح لنا حمامتين ذكر وأنثى مثلا يعني، أو يروح يقول لها هاتي أي حاجة من الحاجات تذبح، والنية فيها ليس باسم الله ولا تسمي الله على حسب الساحر ما بطلب منها. ده خطيرة جدا، هذه المرأة ملعونة. الله أسأل أن ينجي جميع نسائنا. أيضا من ضمن النساء الملعونات نشوز المرأة، المرأة التي تنشز على زوجها، التي لا تطيعه، التي تأبى أن تطيع أمره، هذه المرأة ملعونة، ملعونة. النبي محمد صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث أبي هريرة، أبو هريرة جاء في حديث أبي هريرة الذي رواه البخاري وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بالمرأة التي يلعنها الله أو تلعنها الملائكة، وإذا لعنتها الملائكة فاللعن من قبل الله، الملائكة مش هتلعن إلا بأمر الله، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. أنا عارف أن الأزواج دلوقتي مبسوطين أن الحكاية النهاردة بتيجي منها العنصر ده. قال النبي محمد، هتصلي على النبي ولا مش هتصلي؟ اللهم صلي على سيدنا محمد. إذا دعا الرجل زوجته أو امرأته إلى فراشه، إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت، يعني بيقول لها تعالي يا زوجتي للفراش، فأبت فبات عليها غضبان لعنتها الملائكة حتى تصبح. تاني الحديث الخطير ده عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم في البخاري من حديث أبي هريرة: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فبات عليها غضبان. ما هو أكيد لما يقولها تعالي وما ترضاش هينام غضبان، هينام زعلان. ما في بعض الناس بتقول لا الزوج ما بيغضبش، من قالك؟ ده هو من الخوف بس نايم وغصب عنه. إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه
فبات عليها غضبان لعنتها الملائكة حتى تصبح. خطير. عاوزة تكوني من دول؟ لما الزوج يقول ينفذ الأمر طالما بيطلب حلال. أيما امرأة دعاها الزوج إلى الفراش فأبت فبات عليها غضبان لعنتها الملائكة. تصور بقى إن الزوجة نايمة كده زي ما بيسموها في أمان الله ونايمة كده سبحان الله، والزوج نايم، هو نايم زعلان وخلاص راح في النوم وهيصبح الصبح، طول ما هي نايمة الملائكة تقول الله يلعنك، الله يلعنك، عليك اللعنة، الله يلعنك لحد الصبح، ده المفروض ما تنامش حتى يرضى الزوج. والزوج ده بالنسبة للمرأة جنتها ونارها، فإن رضي فهي في الجنة بشرط أن يكون زوج محترم، وإن سخط عليها أو غضب فهي في النار. ده حبيبه وحبيبك النبي، يا ريت الأخوات يسمعوني، ويا ريت الأم الفاضلة تنبه بنتها، ويا ريت هي برضو أمي وأختي وعمتي وخالتي، كل الناس كل النساء يستيقظن لمثل هذا الأمر. حبيبه وحبيبكم النبي محمد صلى الله عليه وسلم أخبرنا أنه إن كان آمرا أحد لأن يسجد لأحد لأمر المرأة أو الزوجة أن تسجد لزوجها. النبي قال ذلك، ولو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها. إذا المسألة خطيرة، النبي محمد بيقول لو أنا هأمر حد يسجد لحد لأمرت الزوجة أنها تسجد للزوج لعظم حقه عليها. السجود يا أخواننا من حق الله، وأن النبي محمد يقترب من هذه المنطقة فلتعلموا حق الرجل على المرأة. هو راجل ظالم ملناش دعوة، هو راجل معاملته مش كويسة ملناش دعوة، أنا مش دعوة بالرجالة دلوقتي، أنا أقصد النساء اللي خايف عليهن، لأن والله العظيم ما حد يقدر أبدا مننا إحنا كرجالة يمسك اللمبة اللي فوق دي ويفضل ماسكها كده بتاع دي، لو سخنة ما نقدرش نمسكها شوية، النار صعبة. فأنا خايف على النساء من المسألة الخطيرة دي. قصة عجيبة أيضا للرجال وقصة عجيبة للنساء. أي نعم المرأة ممكن يعني تتعب الزوج، لكن بقول له اصبر واحتسب، لأن ممكن ربنا يعوضك خير لو صبرت على زوجتك، برضه عشان الرجال ما يفرحوش قوي لأن هيبقى لهم حلقة أيضا. يبقى الزوج والزوجة لابد يصبروا، الزوجة تصبر وإن كان الزوج عاصي لله. عاصي لله في إيه؟ فيها، في معاملتي معها، لكن مش عاصي لله إنه سايب الصلاة تاركها. لا تسلم المرأة نفسها للرجل إن كان تاركا للصلاة عامدا متعمدا، والأكثر من ذلك إن كان جاحدا بها تطلب الطلاق، تبقى مشكلة كبيرة جدا. الحديث تاني عشان المرأة تصحى لهذا الأمر، إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت. هي المفروض المرأة في كل ليلة، ده واجب عليها بقى من واجباتها الطيبة، ولكل زوجة محترمة وكل النساء إن شاء الله المسلمات محترمات، إنها تيجي كل يوم كده بمنتهى الحنان للزوج وتخبط على بابه إن كان بينام لوحده، السلام عليكم يا زوجي، ألك حاجة؟ يعني ألك حاجة مني؟ فإن قال لها لا انصرفت. أتأذن لي أن أقيم الصلاة أو أقيم الليل بين يدي ربي؟ النساء كان أيام زمان يقولوا كده، تدخل على زوجها بمنتهى الحنان وتقول له أنت عاوزني؟ يقول لها لا، تقول له تأذن لي أن أنا أقف بين إيد الله؟ النهاردة بقى الواحدة أساسا ما بتستأذنش في أي حاجة، يعني ممكن تخرج من بيتها كمان وتلعن حتى ترجع، لأن المرأة التي تخرج من بيتها من غير إذن زوجها وبغير رضاه تلعنها الملائكة حتى تعود. خطير الكلام ده، يعني الواحدة نزلت من غير الإذن ومشيت في الشارع وتجولت ثم عادت والزوج مش عارف أو مش راضي أو مش آذن، تلعنها الملائكة حتى تعود. الله أكبر، واللعن الطرد من رحمة الله. بعض النساء يقولون احنا بنستأذنش من الزوج واحنا اعتدنا على كده، بس يمكن يكون للغلب اللي الزوج فيه مش قادر يتكلم، ما احنا قلنا من ضعف من الزوج او خايف من المشاكل فساكت، لابد ان تسترضيه في مسألة الخروج، يمكن مش راضي. ازاي مش راضي؟ زي الراجل اللي كان ماشي بجنازة زوجته وعمال يضحك، الناس بتعيط ومنهم اللي بيدعي لها وعمال يضحك سبحان الله، فالناس بيقولوا بتضحك على ايه؟ قال اصل اول مره اعرف يا رايحه فين،
سبحانك اللهم. تقوم انت تضحك في الجنازة، تفرحان أول انك عرفت انه رايح المقبرة الأول مرة، اعرف هي ماشية رايحة فين، فمبسوط أول ان انا عارف النهاردة رايحة فين. سبحان الله. أيما امرأة خرجت من بيتها من غير إذن زوجها وبغير رضاه لعنتها الملائكة حتى ترجع. يا رب احفظ نساءنا جميعا يا رب، وخلصهن من كل شيء يسوءهن يا رب العالمين. طيب، المرأة، النبي محمد قال: لو أنني آمرا، لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. أخطر من ذلك ما نقدرش. برضو بقول للرجالة اصبروا شوية بس، ما تقعدش تبص لزوجتك وتقول ها شفتي كلام الشيخ، برضو هيبقى لك حلقة وليا أنا شخصيا. وبقول أيضا للرجالة ممكن ربنا يعوضك بخير إن كانت زوجتك تعباك شوية، بس ما يصحش إن أنت اللي تلعنها، لأن بعض الرجالة بيلعنوا الأزواج. نقول لهم لا، لا يجوز مطلقا. قرأت حكاية عجيبة لعلها تكون تسلية للرجال، قصة كده عجيبة جدا قرأتها، إن كان راجل متزوج واحدة صلبة اللسان، كانت تعباه تعب شديد جدا، فجال زوجه، فجات هذه المرأة، خرجت زوجه، شوف حتى الكلام عن النساء بيلخبط، فخرج الزوج لعمله وهو صابر على زوجته صبرا شديدا، فجه صاحب له كان غايب عن المنطقة بقاله سنة ولا اثنين، فخبط على بابه، فبتقول له مين؟ قال لها صاحب زوجك. قالت له ده خرج بره إلهي ما يرجع، خرج بره إلهي يقع من فوق الجبل. قال لها طب خلاص 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 هستناه. فانتظر صاحبه، وبينما هو كذلك جاء الصاحب من بعيد، فلقاه جاي محمل الحطب والخشب على ظهر أسد. فلما جاء قال له ما بك؟ إيه اللي انت جايبه قدامك ده سحبه؟ قال والله هذا أسد حملت عليه الخشب، سخره الله لي. قال له بس أنا سمعت جوا أن زوجتك حالها يعني صعب جدا. قال له مش مشكلة، الله جل وعلا أبدلني بصبري من يعينني. فبعد سنة تانية راح استأذن الراجل صاحبه ده، ورجع تاني بعد سنة بيخبط كده سبحان الله، فلقى من تقول: من صاحب زوجك؟ قالت انتظر حتى يأتي، إنه في عمله، أعاده الله لنا سالما غانما. فلقى صاحبه جايب الخشب وشايله على ظهره، وسبحان الله رب العالمين عمال. فقال له ايه اللي حصل؟ قال أبدلني الله بزوجة صالحة، فقد ماتت زوجتي صليطة اللسان، فبينما أنا كذلك الله جل وعلا كان يعوضني بمن يحمل عني أثقالي، اليوم وجدت من يحمل عني هذا الهم في بيتي، فصرف الله عني ما كان يساعده. إذن اصبر لما زوجتك يعني تتخانق معاك أو تعصيك، اصبر عليها لعل الله يبعث لك أسد يريحك منها. نشوز المرأة وعدم طاعتها لزوجها في لعنات. طلب المرأة من زوجها الطلاق من غير إذن شرعي أيضا من الأشياء التي تستدعي اللعنات. المرأة التي تطلب الطلاق من غير إذن شرعي أو من غير عذر شرعي بيجيب لعنات. نبدأ الحديث ونكمله مع بعض الأنواع من النساء الملعونات، وإن شاء الله يا رب نجي كل من أمامنا الآن من النساء ومن الشباب ومن الرجال والأمة الإسلامية كلها من اللعنات والطرد من الرحمة، وأسأل الله أن يرحمنا جميعا. المرأة التي تطلب الطلاق من زوجها بغير عذر شرعي، هذه المرأة تعرض نفسها للخطر العظيم، لأن المرأة لا يجوز لها أن تطلب من الزوج الطلاق إلا لعذر شرعي، والعذر الشرعي إما الخوف على الدين أو لفوات الدين من الزوج، كما قلت آنفا أن الرجل أحيانا يترك الصلاة ويصمم على تركه. العلماء قالوا منهم من قال أنه بعد 3 أيام على المرأة ألا تمكن نفسها للزوج أبدا، لأن هذا الرجل بهذه الحال، بعض العلماء قالوا من ترك الصلاة فقد كفر، ووقفوا عند مسألة الكفر بأنواعه. لا أريد أن أتحدث في هذه المسألة الآن، لكن هذه معصية، المرأة إن طلبت الطلاق كلها لها عذر شرعي. وأيضا المرأة التي يشرب مثلا زوجها المسكر، موش فايق طول النهار سكران، مش عارف يقوم بواجباته مع الأسرة ولا مع الزوجة، سيوقع المرأة في فتنة فتطلب الطلاق. لكن بعض النساء للأسف الشديد دايما تحاول تسير الزوج في مسألة الطلاق، وهي ماشية ومعدية عليه رايحة جاية، لأن عارفة أنه ممسوك إما بالعقد والأسيمة ومش عارف الكلام ده، وذلك الواحد فينا الحمد لله ما بنكتبش حاجة خالص في مسألة الزواج، هو كده
خلي بالك، لكن بندفع مهر. لماذا؟ حتى نحكم بيننا شرع الله سبحانه، ولا يتحكم فينا احد. نحن نعطي الناس حقوقها، لكن المراه ماشيه طالعه رايحه طول الليل والنهار، عماله ماشيه عند ده. واحد بيقول لي والله زوجتي كانت بتغنيها لي، طلقني طلقني طول ما تشوف. الا سبحان الله، الا تدري هذه المراه انها بطلب الطلاق من غير ما بأس حرم عليها رائحه الجنه؟ المفروض يكون في عذر شرعي، انما طلقني طلق. سبحان الله رب العالمين، من طلبت الطلاق بهذه الطريقه فهي تقع تحت النشوز وعدم طاعه الزوج. واحنا قلنا التي لا تطيع زوجها ولا يرضى عليها تلعنه الملائكه. فالله اسال ان ينجي جميع نسائنا يا رب العالمين. من ضمن النساء الملعونات بسرعه كده عشان ناخذ الانواع، التي تضع الوشم. لعن الله المستوشمات، لعن الله المستوشمات، المغيرات خلق الله. خلي بالكم الكلام ده في البخاري، لعن الله المستوشمات، اللي هم بيجيبوا الإبر ويقعدوا يغرزوا بيهم على أيديهم كده، وبعدين يحشوا مكان الإبر ديت بعد ما يحفرهم، يحشوا مكانها بالكحل أو مداد أو نحوه، الحاجات اللي هي بتبقى تتحط كده زي اللي بنشوفه في الجامعات أحيانا يعملوا على الكتف ده، بس دي رسومات. أعتقد أنها رسومات مش وشم، لأن تبقى مصيبة. طب إحنا شفنا لحد هنا كده سبحان الله، بس كان شفنا اللي هنا، بس إحنا ركزنا على الصور. ما تضحكش، طبعا بيضحك خلف الكاميرات، ان هي نظره اولى والله. يعني لما بنشوفها بنقول سبحان الله، نسال الله العفو والعافيه، ثم نصرف البصر. خلي بالكم، فهذا الامر خطير جدا. المصيبه بقى ان احيانا الواحده حتى وان كانت لا تستوشم وهي مجرد رسمات، هي تتشبه بمن تستوشم او تضع الوشم، او تتشبه بالكافرات فيما ترسمه. وقد ترسم البنت او الواحده رسم من الرسومات يسيء للاسلام، صدقوني، ويسيء للمسلمين، تبقى مشكله، بل ويسيء للحبيب المصطفى محمد. وهم راسمين الرسم، انا شفت بعض الرسومات على فالنا، مش هقول على واحده، لكن كانت على واحد، فبدانا نترجمها لان ما بنعرفش. فجبت واحد بقول له اقرا لي كده وترجم، قعد يترجم، قال لي على فكره ده كلمه قبيحه جدا، كمثل الحمار يحمل اسفار. يا ترى ايه المحطوط ده؟ هل هي زينه للرجل في البيت؟ اذا كانت تشبها بالكافرات نقول لا، لا يجوز مطلقا. يبقى المستوشمه هي التي تغرز الإبر بالبدن وتضع مكانها إما كحل أو غيره، دي المستوشمة. أما طبعا وإحنا في كلمة الواشمة والمستوشمة، يعني الواشمة اللي هي بتعمل، والمستوشمة التي يفعل بها الوشم وهي راضية عن كده، دي برضو ملعونة، أي مطرودة من رحمة الله. من ضمن أيضا المطرودات والملعونات المتنمصة، النامصة والمتنمصة. لعن الله جل وعلا المتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. لعن الله جل وعلا المتنمصات، المتنمصات، المتنمصات اللي هن سبحان الله رب العالمين، اللاتي يأخذن من الوجه، من أصل شعر الوجه، زي تيجي على الحاجب وترققه قوي. يعني ايه ترققه قوي؟ يعني في ترقيق مش قوي وينفع، نقول لا، إذا كان في الجبين أجازه البعض، إذا كان في الأماكن زي الأماكن هذه أجازه البعض. طيب، إذا مسألة فيها إجازة في مسألة التزين، الإسلام لا يمنع الزينة ولا يمنع أن تظهر المرأة بأفضل مظهر أمام زوجها، لكن إما تجد واحدة مرققة الحاجب جدا، وهي في الأصل يسموها أستاذة فقه، ويجيبوها في محطة من المحطات، وأراها بعين، لأن كنت بتابع البرنامج سجل لي في بيتي، عشان أنا كنت بشوف فيه نقاشات معينة فتم سجلوه على ما أرجع، فبرجعه للأسف الشديد وجدت اللي قاعدة بتشرح مع الرجل المذيع يعني نامصة ومتنمصة، متنمصة سبحان الله، ومرققة، وهي أستاذة بترد، وكنت قد رفضت الجلوس معها مرة في برنامج عشان ترد عليها في شريطي اللي هو الرد المثالي على كلمات الأغاني، عشان اللي كنت حاططها فيها القصيدة إني خيرتك فاختار، فرفضت لعلمي أيضا بالمخالفات هذه. يعني إحنا بنقول النامصة المتنمصة يلعنهن الرسول صلى الله عليه وسلم من خلال لعن الله لهن، وتأتي هذه التي تعلم الناس وتقع في هذا الأمر عيانا بيانا أمام الكل. يمكن الواحد لما يخطئ في حق نفسه بينه وبين نفسه أمر بسيط، لكنني أقول أختي الفاضلة اتق الله في نفسك، فالنامصة والمتنمصة لعنهن الله سبحانه وتعالى. النامصة التي تأخذ شعر الوجه، تأخذ شعر الوجه، شعر الوجه إيه؟ مش كله طبعا، اللي هو زي الحاجبين، أو تقوم بترقيق الحاجبين. والمتنمصة المفعول بها ذلك بناء على طلبها. خلي بالكم،
أيضا من ضمن اللاتي يلعنهن الله المتفلجات، لعن الله المتفلجات بالحسن المغيرات خلق الله. الكلام ده في البخاري، خلي بالكم. يعني المتفلجات بالحسن، المرأة التي تأتي إلى أسنانها وتبريها، أو تعمل فواصل في القواطع اللي مقدمات الأسنان هذه، تعمل فاصل كده سبحان الله، مغيرات لخلق الله. الكلام ده خلي بالكم في البخاري. لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا الواشرة والمستوشرة، الواشرة اللي هي بتبري ما بين أسنانها. أيضا من ضمن اللعنات التي تنزل على بعض النساء أو النساء الملعونات التي تصل شعرها، لعن الله الواصلة والمستوصلة، لعن الله الواصلة والمستوصلة التي تصل شعرها بشعر غير شعرها. يعني مثلا بتبقى واحدة بتلبس باروكة من غير حاجة لذلك، واحد يقول يعني في أحيانا، يعني زي ما سمعنا الشيخ علاء ربنا يكرمه كان بيقول إزالة العيب أحيانا جائز، لكن ليس في مسألة الباروكة التي وضعت كده هكذا، يعني سبحان الله لوصل الشعر وغيرها، هذه محرم خلي بالكم. أما إزالة عيب ده بيبقى عند العلماء له أمر آخر وتفصيل آخر. طيب، الواصلة التي تقوم بوصل الشعر بشعر آخر، والمستوصلة المفعول بها ذلك التي طلبت أن يفعل بها هذا الأمر، أيضا هذه ملعونة. من ضمن النساء الملعونات المتشبهات بالرجال، المتشبهات بالرجال، لما تبص كده من الخلف مش عاوزك تبص، غض الطرف، ما تعرفش إن كانت رجل ولا بنت، هي التسريحة وهو قصة الشعر 100%، سبحان الله. طب إيه أحيانا نحن والله العظيم أحيانا كنت يعني ماشيين فظننت إن اللي ماشي قدامي ده ولد، فدي بالعربية طلع بنت، دي بقى إيه نقول عليها إيه؟ لعن النبي صلى الله عليه وسلم المتشبهات من النساء بالرجال. يعني واحدة ما تعرفش إذا كانت رجل ولا بنت، رجل ولا ست ولا إيه، ما تعرفش. ده الكلام ده في البخاري خلي بالكم برضه. طب التشبه بالرجال بعبارة عن إيه؟ إما باللباس، اللبس يعني بتلبس زي الرجل. أنا عارف إنك هتقولوا إن البنت زي الرجل ما هيش كمالة عدد، أو البنت زي الولد مش كمالة عدد. نعم، نحن نقر بذلك، والمسألة عظيمة جدا. فالبنت عندنا في الإسلام تعتبر هي كل المجتمع، إذا أرادوا أن يقولوا العملية بالتقسيم، فهي نصف المجتمع وهي تلد النصف الآخر، فهي كل المجتمع، ومش الكلام ده بنقوله خوف يعني، لا، هي فعلا عندنا تمثل كل المجتمع، زي ما قال حبيبنا اللي اتصل علينا: يا ربي ارحمنا وإياه وجميع السامعين والمشاهدين. فعلا البنت عندنا أو الأم عندنا غالية جدا، عالية جدا، فهي الأرض الطيبة التي تغرس فيها البذرة التي من خلالها تخرج الثمرة، وهي الأخلاق تنبت كالنبات إذا سقيت بماء المكرمات، تقوم إذا تعهدها المربي على ساق الفضيلة مثمرات. فهل يرجى من شباب خيرا إذا نبتوا في حضن المتشبهات؟ ما تصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا مشكلة خطيرة. يبقى المتشبهة بالرجال ملعونة، لعن النبي صلى الله عليه وسلم المتشبهات من النساء بالرجال في حديث البخاري. وقلنا من خلال اللبس ده تشبه، ومن خلال الحركات تشبه، في بنات عندها حركات زي الرجالة بالضبط، تقول لك ده بنت راجل، لا بنت راجل ما تكون في الحاجات اللي تستاهل تبقى راجل، خلي بالكم. لكن في الحاجات التانية كتشبها ديت مصيبة المصائب، لأنها تخرج من رحمة الله إن بقيت على ذلك وظلت على حالها. ولعن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في البخاري المترجلات من النساء. واحد يقول لي يا عم الليلة اللي كلها لعن دي، نقول لا إن شاء الله كلها رحمة، كلها رحمة والله. خلي بالكم إحنا ما بننقي العناصر دي دايما، إحنا ما بنيجي على الحرام بنعدده، نقدر نعده، لكن الحلال ما نقدرش نعده. كم من الأمهات الفضيات أمامنا الآن، وكم من الأخوات، وكم برضو من العاصيات اللي في قلوبهم خير، فإحنا بنجيبهم النهاردة. ما تصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أيضا من ضمن الملعونات من النساء زائرات القبور. النبي محمد في حديث النسائي، وممكن تنطق النسائي، وأبو داود والترمذي، عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم فيما قال أبو هريرة: لعن النبي صلى الله عليه وسلم زوارات القبور، اللي هم قصدين من المسألة مجرد زيارة، زيارة رايحين بس كده واخدين. وإحنا عندنا في المصريين صراحة يعني خاصة النساء، بعد الموت التمثيل بيشتغل، التمثيل بيشتغل. تبص تلاقي الواحدة مطلعة عين زوجها في الدنيا، ومعذرة في كلمة مطلعة العين دي، سبحان الله، يعني روحه طالعة في الدنيا بسببها، وبعدين تلاقيها واخدة السمك ورايحة له، رايحة فينا حج المرحوم كان بيحبه، ما كان بيطلع له زعانف على ما بيطلبه، كانش بيتعمل.
دلوقتي رايحه له بالسمك واخده القطط كلها وراها ورايحه عند المكان وعمالين يعملوا حاجات من البدع والخرافات. ليه يا حاج؟ اصل المرحوم المرحوم، ولا يجوز لك ان تاكل المرحوم. من الذي قال انه مرحوم؟ نعم ان شاء الله يرحم، لكن نقول رحمه الله، الله يرحمه، لكن لا نكر قولا قبل امر الله سبحانه، لان ده تألي على الله، والله اسال ان يرحم الجميع يا رب. يبقى ايضا زائرات القبور اللي رايحين من غير عظة، يعني اللي رايحه مش عشان الموعظه، مش عشان الدعاء لاهل القبور بس، لا 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 ابدا، ده هي رايحه بس كده مجرد تسليه او عادات، يوم الخميس ويوم العيد الصبح ويوم ده حرام، حرام شرعا، حرام والله. طيب ديت ملعونات، من اقررنا على ذلك واستمررنا عليه؟ ايضا من ضمن النساء الملعونات النائحه، ده ملعونه ايضا كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث النسائي والامام احمد، واصل الحديث اللي فيه اللعن ده في مسلم، خلي بالكم، اللي هي بتنوح على الميت. خلي بالك يا اختي، خلي بالك يا امي، الله يكرمك، الله يكرمك يا رب. اللي بتقعد تصوت وماسكه منديل محلاه وعماله، يا حبيبي يا غالي، يا اللي كنت كل امالي، طب ما كان في الدنيا قدامك، ويمكن تكون الموته بتاعته بسبب ضغط جاله، او بسبب سكر راح منه، او بسبب ملح مش لاقيه. خلي بالكم المشكله دي خطيره، تبقى ماشيين عاملين فضايح في قلب العزاء، الناس عماله تصوت واللي يفط على مش عارف ايه، ان كانوا اولاد صغار ماشي ربنا يرحم الجميع، لكن الصوات دي والحاجات الخطيره دي، ده اعتراض على قضاء الله، ولذلك تلعن هذه المراه التي تنوح، وبعدين تحشر يوم القيامه سوداء الوجه زرقاء العينين، مش انها زرقاء حلوه، ده البياض ازرق، ملك يقودها وملك يسوقها، ادخلي الى النار فنوحي على اهل النار كما كنت تنوحين في الدنيا، يلا ادخلي نوحي بقى هناك صوتي. يبقى ملعون المرأة التي تنوح على الميت، ابكي ماشي، عيطي ماشي، فالبكاء رحمة، لكن من غير اعتراض على قضاء الله سبحانه وتعالى. يا أمي يا أختي المسألة والله خطيرة. يبقى اللعن ده جاي من مين؟ من النبي، والنبي ما بلعنش حد بسهولة، لابد أن يكون اللعن هذا جاء من الله سبحانه وتعالى، واللعن هذا الطرد من رحمة الله. مش عارف، النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال في البخاري من حديث عبد الله بن مسعود، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لطم الخدود. لطم الخدود يجيب ايديه كده ويسقف عليه، طب ده بالايد، ده انا شفت واحد ماسك حذائين وشغال، ده واحد راجل، ما ظنك بالنساء، بقول له بتعمل ايه يا ابن الحلال كده؟ قال ابويا يا شيخ سيبني في حالي. قلت له طب اجمد بقى، اجمد اديها كمان قوي يعني. سبحان الله، لعن الله او النبي عليه الصلاه والسلام قال في حديث البخاري: ليس منا، يعني النبي بيقول انت مش مني، انت مش معايا، انت مش تبعي، انت مش يعني مش ماشي ورايا، الخط بتاعك بعيد عني، مش دي مكارم الاخلاق يا اخوانا. ازاي يكون احنا بنبحث عن الاخلاق حتى، مش مكارم الاخلاق، ونمسك كده احذيه ونضرب بها الوجوه اعتراضا على قضاء الله؟ ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب، مسك كده الثياب وراح شقيها، ليس منا، ده مشكله. ودعا بدعوى الجاهليه، الواحده شغاله لطم وصراخ، وسبحان الله تقول انت الغالي اللي عندي، وخليك بس امشي جنبها كده وقول لها سبحان الله اصيله وجميله، بس لو اعرف عنوانك هتقول انت اللي كنت عندي، كنت مسكنني في العماره 4 شارع 26 يوليو الشقه 11 على اليمين ان شاء الله، وهتبقى عماله برضه تعيط يا غالي يا اللي مسكنني في الشارع الفلاني، ما عاوز اتعرفك المكان. يبقى المساله ما تبقاش كده ابدا.